يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا لم أستطع الإنكار إلا بالتأليف. إلا بالتأليف. تأليف؟ نعم. طيب، تأليف طيب، بس ما كلني ألف، ما يألف إلا العلماء اللي عندهم مقدرة على هذا. نعم. يقول طيب، التأليف من نشر العلم ومن الدعوة إلى الله ومن إنكار المنكر، ما في شك. نعم، لكن بشرط أن يكون المؤلف من أهل العلم. نعم.